السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي، عودة مع درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم بعنوان علامات رفع المبتدأ والخبر. يلا نشوف درسنا مع بعض، يلا بينا. سبق لينا ودرسنا في الصف الرابع الابتدائي إن أنواع الجمل، وأخذنا نوعين من الجمل، الجملة الاسمية والجملة الفعلية. قلنا إن الجملة الاسمية يا ولاد هي اللي بتبدأ بإيه؟ باسم، وليها ركنين اساسيين. يعني ايه ركنين اساسيين؟ يعني حاجتين ما ينفعش تستغنى عنهم، ما اقدرش اقول من غير الحاجتين دول ان الجمله دي جمله اسميه. ايه هما الحاجتين دول؟ قال لي حاجتين دول هما المبتدا والخبر. زي ما انت شايف في المثال اللي قدامك، التلميذ مهذب. التلميذ ده اسم ولا فعل؟ برافو، اسم. طالما الجمله بدات باسم تبقى جمله اسم مية، برافو عليكم. طيب، وكلمة التلميذ أقول عليها وأنا مغمض إيه؟ مبتدأ، لأننا بدأنا بيها الجملة، يبقى المبتدأ هو الاسم اللي بنبدأ بيه الجملة. طيب، إيه هو الخبر؟ الخبر هو اللي بيتمم معنى الجملة، زي كلمة إيه؟ مهذب. مهذب هنا ادتني معلومة جديدة عن التلميذ، إنه مهذب، جت تمت معنى الجملة، فهمتني ماله التلميذ، خبره إيه؟ يبقى كلمة مهذب خبر، والخبر يعني إيه؟ يعني كلمة أو ممكن تكون مجموعة من الكلمات بتتمم معنى الإيه؟ الجملة. طيب، ده اللي أخدناه في الصف الرابع الابتدائي. ايه الجديد بقى النهارده اللي هنقوله؟ هنقول مع بعض يا ولاد علامات رفع المبتدأ والخبر. تعالوا نشوفها مع بعض، يلا بينا شباب. عندي علامات رفع المبتدأ والخبر ثلاث علامات: الضمه، الالف، الواو. امتى اقدر اقول ان المبتدأ بتاعي مرفوع وعلامه رفعه الضمه؟ وامتى اقدر اقول ان المبتدأ بتاعي الخبر بتاعي مرفوع وعلامه رفعه الضمه؟ قال لي بيرفع بالضمة إذا كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. طيب، قال لي بيرفع كمان بالألف إذا كان مثنى، ويرفع بالواو إذا كان جمع مذكر سالم. تعالوا ناخد أمثلة على كل واحدة، كل علامة إعراب من دي. يلا معايا، يلا بينا. عندي هنا بيقول لك العلم نور. العلم ده اسم ولا فعل؟ برافو، اسم، وبدأ في أول الجملة، يبقى جملة إيه؟ اسمية. الجملة الاسمية بتتكون من إيه شباب؟ من مبتدأ وخبر. يبقى كلمة العلم إيه؟ مبتدأ، والمبتدأ بيكون ماله علامة رفعه إيه؟ بيبقى إيه؟ مرفوع. برافو. طب العلم هنا هقول عليه مبتدأ مرفوع، طب علامة رفعه إيه العلم؟ العلم ده مفرد ولا جمع؟ مفرد. طب طالما مفرد يا ولاد، يبقى هقول عليه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. طيب نور، نور ده خبر بيتمم معنى الجملة وكلمة مفرد مش جمع، يبقى أقول عليها خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. صعب الكلام؟ يبقى يرفع المبتدأ والخبر وعلامة رفعهما الضمة إذا كان كل منهما مفرد. برافو عليكم. طب تعالوا نشوف اللي بعد كده، يلا بينا. التلاميذ نشطاء. التلاميذ اسمه بدأنا بيه الجملة، يبقى التلاميذ ده مبتدأ. طب التلاميذ دي ايه؟ جمع ولا مفرد شباب؟ جمع. برافو. طب جمع نوعه ايه؟ جمع ايه؟ جمع مذكر ولا جمع مؤنث ولا جمع تكسير؟ برافو، جمع تكسير. لسه فاكرين؟ شاطرين، برافو عليكم. يبقى التلاميذ هنقول عليها جمع تكسير. طيب وبدأنا بيه الجملة الاسمية بتاعتي، يبقى هقول عليها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليه الضمة؟ لأنه جمع تكسير. تمام. طب نشطاء خبر، خبر ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه يا شباب؟ علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. إذن يا ولاد المبتدأ والخبر يرفعان وعلامة رفعهما الضمة إذا كانوا جمع تكسير. يبقى برفع بالضمة إمتى؟ إذا كان مبتدأ مفرد أو جمع تكسير. طب برفع بالضمة امتى تاني بالنسبة للخبر؟ إذا كان الخبر مفرد أو جمع تكسير. يلا نشوف حاجة تانية، يلا بينا. جمع المؤنث السالم. المعلمات نشيطات. المعلمات ديت جمع مؤنث سالم. عرفنا ازاي؟ لأنها ليها نهاية ثابتة اهي، آخرها ألف وتاء مفتوحة، ودي من علامات جمع المؤنث السالم. وبادئين بالكلمة، كلمة الجمع المؤنث دي بادئين بها الجملة، يبقى جملة اسمية وبدأ بجمع مؤنث سالم. قال لي إذا بدأت الجملة الاسمية بجمع مؤنث سالم
يبقى هي نقول على طول ايه، ان المبتدأ ده هيكون ماله، ها، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب والخبر بتاعي لو جه جمع مؤنث سالم هقول عليه برضو خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليه؟ لأنه جمع مؤنث سالم. إذا يا ولاد المبتدأ يرفع وعلامة رفعه الضمة إذا كان إيه، يلا نقول مع بعض، مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. طب الخبر بتاعي يرفع وعلامة رفعه الضمة إمتى؟ إذا كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. تمام؟ طيب تعالوا ندخل على اللي بعده، يلا بينا. قال لي ممكن المبتدأ يرفع بالألف والخبر كمان يرفع بالألف، إمتى بقى؟ قال لي إذا كان المبتدأ مثنى أو إذا كان الخبر مثنى، هقول عليه مرفوع وعلامة رفعه الألف. تعالوا نشوف المثال مع بعض. الطبيبان ماهران. الطبيبان اسم وبدأ في أول الجملة، جملة اسمية بتتكون مبتدأ وخبر. الطبيبان مفرد ولا جمع ولا مثنى؟ لا مثنى، اتنين هم. طب واخرهم الف ونون. المثنى بنرفع المثنى بايه، اخدناها في الترم الاول في السنه دي، ها، نرفع المثنى بالايه، بالالف. تمام، يبقى هنقول الطبيبان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى. طب ماهران ده مثنى برضو اخره الف ونون اهو، هنرفعه بايه؟ قال لي خبر مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى. يبقى المثنى يا اولاد يرفع بالالف. تمام يا شباب، إذا كان مبتدأ أو خبر مثنى هنرفعه بالألف. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية. قال لي المبتدأ والخبر ممكن يترفعوا بالواو، إمتى؟ إذا كان المبتدأ جمع مذكر سالم يرفع بالواو، وإذا كان الخبر جمع مذكر سالم يرفع بالواو. تعالوا نشوف المثال كده. المصريون متعاونون، آخر كلمة المصريون إيه؟ واو ونون. متعاونون آخرها إيه؟ واو ونون. ودي من علامات الإيه؟ الجمع، جمع المذكر السالم. يبقى هنقول المصريون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، متعاونون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو. طيب تعالى كده نقول اللي احنا قلناه بسرعة كده. القاعدة بتاعتي بتقول علامات رفع المبتدأ والخبر، أول علامة عندي الضمة إذا كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم، الألف إذا كان مثنى، الواو إذا كان جمع مذكر سالم. صعب الكلام ده يا شباب؟ تهيألي كده الدرس واضح مفيهوش أي حاجة خالص، هو إعادة وتكرار اللي قلناه قبل كده. طيب تعالوا نشوف تدريب بقى، نتأكد إحنا فهمنا الدرس ولا لأ. يلا بينا نشوف تدريب، يلا بينا. بيقول لي أعرب ما يأتي. الطفل نشيط. مين يعرب الجملة معايا؟ يلا، الطفل اسم وجي في أول الجملة، جملة اسمية بتتكون من إيه؟ ها، مبتدأ وخبر. برافو عليكم. طيب الطفل هقول عليها ايه؟ مبتدأ، ماشي، ماله، مرفوع. طب ده طفل واحد ولا كتير ولا اتنين ولا ايه؟ لا ده طفل واحد يعني مفرد. واحنا قلنا في علامات رفع المبتدأ ان اذا كان المبتدأ مفرد هرفع وعلامة الرفع الضم. برافو عليكم. يبقى الطفل هقول عليها ايه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. تمام، لانه مفرد. ونشيط خبر مرفوع، برافو، وعلامة رفعه الضم لانه مفرد. طيب تعالوا نشوف كلامنا صح ولا غلط، يلا بينا كده. تعالوا نشوف كده اجابتنا. تمام، برافو. الطفل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، نشيط خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب تعالوا نشوف المثال التاني. العلماء أذكياء. العلماء ده جمع مش مفرد، مش جهاد. طب جمع ايه يا شباب؟ ها، برافو، جمع تكسير. يبقى العلماء مبتدأ، ها، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب أذكياء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تعال نشوف الكلام بتاعنا ده صح ولا غلط كده. تمام، برافو عليكم. تمام، الطبيبات رحيمات. الطبيبات، الطبيبات ديت، ها، جمع مؤنث سالم. تمام، برافو. طب رحمات جمع مؤنث سالم. تمام، طب
يعني دي جملة اسمية بدأ بجمع اسم اللي هو الطبيبات، والاسم ده جمع مؤنث سالم. طب الطبيبات اعرابها ايه؟ قلنا جمع المؤنث السالم يرفع وعلامة رفعه ها الضمة. برافو عليك. وتعالى نشوف كده، يبقى الطبيبات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، رحيمات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تعالى نشوف كلامنا صح ولا غلط كده. تمام، برافو عليكم. الكتابان مفيدان. الكتابان ها اسم، طيب مثنى، تمام برافو عليكم، لانه منتهي بايه شباب؟ الف ونون، يبقى مثنى. طيب الكتابان مثنى بدأنا واسم وبدأنا بالجملة، يبقى جملة اسمية بتتكون من مبتدأ وخبر. الكتابان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، مفيدان ها خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. تعالوا نشوف كلامنا صح ولا احنا ايه غلطانين. شوف كده، تمام برافو عليك وشاطرين. طيب المهندسون بارعون. ها المهندسون مين يقول لي نوعها ايه دي؟ دي جمع مذكر سالم. عرفنا ازاي؟ اخرها واو ونون يا مس جهاد، ودي من علامات جمع المذكر السالم. يبقى المهندسون بدأ بها الجملة وهي اسم وجمع مذكر سالم، اذا هتبقى مبتدأ مرفوع وعلامة رفعها الايه؟ الواو، لانها جمع مذكر سالم. طب بارعون خبر مرفوع وعلامة رفع الواو لأنها إيه؟ جمع مذكر سالم. طيب تعالوا نشوف الإجابة كده. تمام برافو عليكم. لا الحمد لله كده احنا صحيين، وانا اطمنت وتأكدت ان انتوا كلكم عارفين واستوعبتوا درس النهارده. بكده يا شباب يكون درسنا انتهى، وإلى لقاء آخر في درس جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش هنحل الواجب بتاعنا على درس علامات رفع المبتدأ والخبر في بوكلت إن شاء الله، ونتابع مع بعض بإذن الله. نشوفكم في درس جديد بإذن الله.